وبعدين أعمل إيه دلوقتي؟ حازم بعد ما اتقبض عليه البوليس ممكن يفتش الشقة. ميعاد الجلسة قرب، شكله حسام هياخد حكم جامد. حازم ده عامل زي القطط بسبع أرواح. طب ده حازم، وبالنسبة لفاطمة مالها؟ مش هنقبض عليها؟ ألف ألف مبروك يا هاني. أنت مش هتكلم مراتك؟ لولا العيال اللي في بطنها كان زمان لعبتها في الشارع واديتها بالجزمة. أنا متأكد إن أنا اللي هكسب القضية. إن شاء الله طبعا يا أشرف. أكيد هفكر في موضوع الجواز ده تاني. واحدة في الظروف اللي فيها أروى دي وعيلتها مدمرة وحالتها بالبلا، المفروض أنت اللي تقف جنبها. أنا عشان فاهم واحترم الظروف دي ما رضيتش أخد أي خطوة غير لما تفوق. الله، أنت بتقول إيه يا متر؟ يعني الثروة دي كلها تروح من إيدينا؟ يعني إيه يا حسن الكلام ده؟ يعني عايز تفهمني إن هو مديها بضاعة بخمسة مليون دولار وهيسيبها لها كده لله وللوطن؟ أكيد هيظهر. في الحالة دي بقى أنا محضر له حاجة. أنا وأروى شكلنا كده وصلنا لطريق مسدود. أنت عايز تطلق أروى، صح؟ ايه ده؟ انت خرجت امتى؟ الأستاذة أروى فؤاد هندوي؟ أيوة. أستاذن حضرتك توقعيننا هنا بالاستلام؟ استلم إيه بالظبط؟ ثانية واحدة. دي قسيمة طلاق. طلاق؟ ده أحلى خبر سمعته في حياتي يا أشرف. أنا قلت لك يا حبيبتي، أنا متأكد من موقفنا في القضية. فعلاً، أنت كنت عارف إنك هتكسب القضية. طب بقول لك إيه؟ مش أنا الأوان بقى ولا إيه؟ وانا موافقة. بس كان في حاجة كده كنت عايز اقولها لك. حاجة ايه؟ انا مش هقدر اطلق أروى. ازاي يعني؟ معلش يا ريم، موضوع طلاقي ده مسألة مش سهلة ومحتاج وقت. يعني ايه يا أشرف؟ يعني انا شايف ان انا وانت نتجوز ونبقى نشوف موضوع طلاقي من أروى ده على مهلنا. طب وانت ايه اللي خلاك تغير موقفك كده؟ بالعكس، انا ما غيرتش موقفي. أنا من الأول كنت صريح معاكي وقلت لك إن طلاقي منها مش سهل. عامة يعني خدي وقتك وفكري. من غير ما أفكر، أنا موافقة. ياه، هي الفلوس بتغير قوي كده؟ فلوس؟ قصدك إيه يا أشرف؟ قصدي إنك زهرت على حقيقتك. عارفة يا ريم، لو كنت اتمسكت بموقفك كنت على الأقل احترمتك. بس للأسف بقى غيرت موقفك في لحظة لما الموضوع بقى فيه فلوس. على فكرة أنا طلعت أروى. انطقي. حرام عليك يا حازم، لو مش خايف عليا خايف على ابنك اللي في بطني. ما مش عرفني اللي في بطنك ده ابني. انت بتقول ايه؟ ما انا عايزاني اقول لك ايه. جبتي فلوس الفيلا منين؟ إيه؟ مين اللي جابها لك؟ دي فلوس امي. امك؟ ماما قبل ما تهرب جت هنا وسابت لي الفلوس اللي انا اشتريت بيها الفيلا. اه، وطبعا عملت الفلوس دي من العمليات الوسخه اللي كانت بتعملها على العيله بتاعتي، مش كده؟ ماما بتقول ان الفلوس دي حق بابا وميراثنا، وطنط فريده تعرف كده كويس. ميراث ايه يا ام مراث؟ انتوا مالكوش حاجه عندنا. اما الفلوس ابويا فين يا حازم؟
يعني انت كنت مصدقه كلام امك صح؟ عشان كده اتجوزتيني؟ كنت فاكره ان انا هبقى كوبري عشان تعرفي تجيبي فلوسك مش كده؟ لا والله انا ما كنتش اعرف اي حاجه لغايه الليله اللي اتقبض عليك فيها، ولو متضايق انا ممكن اكتب الفيلا دي باسم البيبي او حتى باسم. مش حازم هنداوي اللي ياخد فلوس مراته، خصوصا بقى لو كانت في الاساس الفلوس دي بتاعته. انا ممكن اكون عملت حاجات كتير قوي غلط في حياتي، بس عمري ما ندمت على حاجه على قد ما ندمت ان انا اتجوزت واحده زيك. لولا اللي في بطنك ده ما كنتش عشت يوم واحد يا زباله. يلا ميرو. هو ده بقى مكان الشركة اللي قلت لك عليهم. تعالي. مخفيش معاكي جو. مساء الخير. مساء الخير. أميرة أستاذ محمد أبو معتز. أهلا وسهلا. فين الباقي جوه؟ أستاذ أحمد جوه كلنا. سعادة الباشا. إيه يا أسامة؟ جايبني على ملا وشه في يوم راحتي، في إيه يا ابني؟ في موضوع كده سعادتك، كنت عايز أقول لحضرتك عليه. موضوع إيه؟ في رائد من مكافحة المخدرات، اسمه الرائد وليد. ماله وليد ده؟ حاطط موضوع إيهاب بيه يا فندم في دماغه. إيه ده؟ ماله ومال إيهاب؟ بيقول إن عنده معلومات إن إيهاب بيه ليه علاقة بشبكة عدنان اللي اتقبض عليها في مكافحة المخدرات الأسبوع اللي فات. إيه ده؟ مال إيهاب ومال عدنان؟ لا سعادتك الموضوع كبير جدا. اه طب تعالى تعالى بقى اقعد وفهمني كده من طقطق لسلام عليكم بالتفصيل الممل. تحت امر سعادتك. قول ايه رايك بقى؟ هيا هيا الامير. صوتك عظيم. طب تحب تخليها تغني حاجه تاني؟ تحب تسمع حاجه؟ اه نحطها بقى في اختبار صعب. ماشي حطها في اختبار صعب. عايز اسمع ايه؟ غدا القاك لام كلثوم. لا يا عم يعني انا عايز اقول لك على حاجه، اصل هي البنت لازم تغني يكون هي حاسه، فاحنا نسيبها تغني اللي هي عايزاه، وغدا القاك ده اوعدك ان انا غدا اغنيها لك. ماشي تمام. غني اللي انت عايزاه يا امير. او اقول لك انا بحب اغنيه منير يونس، تعرف تغنيها؟ اه طبعا. طب غنيها بقى. بعد كده هنغني غدا القاك، بس الوقت غني بس. صوتك ليه كده شخصيه منفرده والله، يعني لما هتبقي مطربه مشهوره ما حدش هيتلخبط في صوتك. هو انا جايب لك اي حد عملها؟ انا جايب لك يعني مطربه يعني مفيش منها اتنين. ده بص عامل بص كفايه وشها بس، شايف عامل ازاي؟ اه فاهمك. انا ما قصدي ايه؟ قصدي الشخصيه المنفرده لما تكوني ماشيه في العربيه ومشغله التراك بتاعك كل الناس تسمع تقول دي اميره، ما حدش يتلخبط فيكي خالص، صح يا مدى؟ بالظبط هو ده اللي انا قصده يا جو. عيب عليك برضه، ما انا سميها قديمه يعني. بصوا بقى انتوا الاتنين، بالرغم ان صوتك حلو. ايه الدخله دي؟ البنت مش عايزين بعد الكلمتين دول تبوظ الدنيا في ايه؟ اسمع بس الكلام للاخر يا جو. طب بلاش الدخلات دي. ما تلاقيش ما تلاقيش. صوتك حلو وانا عارف ان هو هيعلق مع الناس. لكن مش هنقدر نغامر ونعمل الالبوم كله. احنا هنعمل اغنيه سنجل الاول. لا يا حماده كده بس الموضوع، ما انت يعني عملت العلاقة اغسطس ولابس في الحيطه. المشكله لما نعمل البنت ونغامر ده، بقول لك صوتها ما فيش منه اتنين. وبعدين انت تكسفني ده يعني. لا وصاحبي وطالع بيك في السما في ايه؟ مش انت اللي ملبسني في علاقة اغسطس؟ عايز تلبسني هنا كمان؟ طب خلاص خلاص، انت البدله دي غيرتك. احنا بس عايزين نشوف الفيدباك بتاع الجمهور عليها ايه. ماشي نشوف الفيدباك اخويا، بس اهم حاجه بقى لو هنعمل اغنيه واحده نعمل دعايه رهيبه. يعني عايز البوستر بتاعها يبقى فوق السرير بتاعي كده من غير ما تخبطوا على الباب تعلقوه على طول. ها اكيد. امال انت جاي لي ليه؟ الاغنيه لما تبقى حلوه كلمات والحان صوتك هيفرد نفسه وهتبقى نجم ان شاء الله. انت عارف انت مشكلتك يا احمد انك فاهم قوي. اكيد طبعا، بجد انا بشكر حضرتك قوي. طب وانا ايه؟ مش مفيش شكر. بشكرك برضه. ماشي انا اللي اشكرك يا جو. سي يا حبيبي. حبيبي ربنا يخليك ليا. يلا بينا نمشي. سي يا حماده تعبتك معايا. لا ايه طول عمرك رافع راسي، انت عارف ان انت قاعد في المناخ. حبيبي ربنا يخليك، ما تسلميش على اي حد من الشله بقى عشان كلهم عندنا ما حدش بيسال. ماشي يا حمص. ميرسي ميرسي جدا.
يا ميرو مبسوطة؟ قوي 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 بجد. أنا شايف الفرحة في عينيكي وحاجات كده. بجد النهاردة أسعد يوم في حياتي يا يوسف. وأنا كمان مبسوط إنك مبسوطة قوي. الله يخليك. أنا بجد مش عارفة أعمل لك إيه. ولا حاجة. شوفي هتدفعي كاش ولا هتعملي إيه. بالعكس أنا ما عملتش أي حاجة. لون أنت بجد موهوبة وصوتك حلو. ما كانش الراجل المبهر المبهر اللي شافه ده. لا أنت تعبت بجد معايا. لا بجد أنا ما تعبتش. أنا عملت حاجة صغيرة قوي كده. بس عايزك بقى لما تشتهري وتدخلي عالم الأضواء ما تنسيناش يعني. بص هو انت هيبقى تعاملك على طول مع مدير اعمال. لا انا عارف ان في جو نداله ومواد قفل وغيرت رقم تليفوني وحاجات. بس انا متعود. انا عارف. اخيرا افتكرتيني. معلش يا حبيبي اعذرني. انت من ساعه اخر مره ما جيتي ما افتكرتنيش تاني. ايه يا انجي؟ خايفه رجلك تيجي في القضيه ولا ايه؟ انا؟ والله ابدا. انت كده بتظلمني يا حسام. عشان كده جيتي. بعد ما ضمنت ان رجلك مش هتيجي في القضيه ابدا. معقول يا حسام؟ ده أنا فديك بروحي. أنا لو كنت بفكر في كده ما كنتش جيت النهاردة. ده أنا ماليش غيرك يا روح قلبي. انت من يوم ما دخلت هنا وأنا ماشي حاسة أني تايه. مش عارفة أعمل إيه. خلي بالك أنا لما جيت لك المرة اللي فاتت كانت بالنسبة لي مسألة حياة أو موت. كان لازم أجي لك عشان أقولك على شكي في الكلب اللي اسمه حازم ده. مش كان محدش أصلا عارف يمسك عليه أي حاجة. ما انا قلت لك يا حسام ان الواد ده مش سهل. طب قول لي انا اقدر اعمل لك ايه وانا اعمله. انا مستعد اعمل عشانك اي حاجه. يا ريتك تقدري تعملي حاجه. حتى المحامي بتاعي مش عارف يعمل اي حاجه. انا ممكن احاول احط له تسجيل في مكتبه في الشركه. لا 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 اوعي تعملي حاجه زي كده. اللي زي حازم ده بيشك في اي حد من الناس اللي حواليه. وبعدين لو اكتشف حاجه زي كده هيشك فيك انت. المهم طمني عليك. اعمل ايه؟ هكون عامل ايه؟ انا كل يوم بصحى الصبح بحس ان انا هبدا حياتي من جديد. بعدين بفتح عيني بلاقي نفسي في المكان الزفت اللي احنا فيه ده. بس هعمل ايه؟ المشكله ان كل الادله ضدي. ده حتى المحامي بتاعي مش عارف يقول لي ايه. من الواضح كده ان انا هلبس حكم زي الزفت. ليه التشاؤم ده؟ ان شاء الله خير. لو المحامي ده مش عارف يعمل حاجه ما تقولي ياسين يشوف محامي تاني. ده في محاميين عقر بيعرفوا يبوظوا اي قضيه. ما انت عارفه يا ياسين هجيب محامي زي ده منين. انا هحاول اشوف لك. خلاص يا انجي الوقت بقى متاخر قوي. ان شاء الله خير. وهيجي منين الخير؟ بس اقسم بالله انا اول ما اخرج من هنا حتى لو بعد 100 سنه لاخد حقي من الكلب اللي اسمه حازم ده. عايز ايه تاني يا فرغالي؟ انت ايه ما بتشبعش فلوس؟ الله 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 ده تهديد ده بقى ولا ايه؟ قابلك؟ طب سيبني اشوف كده اقول سلام. خير يا نور. طلبت تقابلني ليه؟ مبروك يا طارق على الطلاق. انت جايه ليه يا نور؟ جايه تشمتي فيا؟ اشمت فيك؟ اشمت فيك ليه؟ هو انت اصلا كنت باقي على الجوازه دي؟ بعدين انت زعلان قوي كده ليه؟ بتتخرب وبنتي الوحيده مش طايقه تبص في وشي. عايزه تسيب البلد كلها وتهج بسبب. وعايزاني ابقى ايه؟ فرحان؟ اولا بيتك اتخرب دي ما عدتش تقولها. طول ما معاك فلوس كده هو على قلبك ما عدتش تقولها. ثانيا ان بنتك بقى تكون زعلانه منك فعادي كلها يومين وهتيجي تصالحك. انت عايزه ايه بالظبط مني يا نور؟ ابدا. كنت قاعده كده من كام يوم بفتش في الجرايد فشفت صوره صاحبك ده اللي اسمه ايهاب صفي. ايوه. وعرفت انه هرب بره مصر. فقعدت ادقق قوي في الصوره كده فاكتشفت ان هو نفس الراجل اللي انت كنت بعته عشان يسرق بيتي.
بس للاسف طلع حمار، نسي الكارنيه بتاع الشرطه بتاعه وهو بيهرب. فما حبيتش ابلغ عنك يعني البوليس بقى وانت لسه خارج، وصعبت عليا يعني ما لحقتش حتى اقول لك كفاره، ما رضيتش ادخلك السجن تاني. طيب يا نور متشكر يا رب. ايه المطلوب مني بقى بالظبط؟ ما تهدى بقى شويه، في ايه؟ انت مالك حامي عليا كده ليه؟ بقول لك يا نور خلصينا الله يخليكي، انا مش فايق لك خالص خالص. اوكي عايز نرجع لبعض وننسى كل اللي فات. ايه؟ مبروك يا وليد، صدر قرار بترقيتك لرتبة مقدم. لا وكمان ايه، هتتنقل شرطة السياحة. ايه مالك، في ايه؟ مش مبسوط يعني؟ معلش يا فندم، هو ده عقاب في سورة الترقية؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا وليد؟ فندم انا ما لقيتش ولا هلاقي نفسي غير هنا يا ابني. في حد يتضايق انه ترقى؟ لا وهتروح شرطة السياحة. انا ايه علاقتي بالسياحه يا فندم؟ اعمل فيها ايه؟ ده مكان كله دلع دلع يا فندم. انا ماليش في الدلع ولا عمر ده كان طموحي، وحضرتك عارف اللي عندي كويس جدا. صديقي اللي كان متربي معايا انا واخويا الصغير بعد ما ابوه مات اتأثر جدا وبقى مدمن. اخويا حب يساعده بس الاتنين اثروا على بعض جدا لدرجه ان اخويا كمان بقى مدمن زيه. كان نفسي اساعدهم بس طبعا لقله خبرتي ولصغر سني ما قدرتش. وبعدين ما كانش في وقت، الاتنين كانوا بيحبوا بعض لدرجه انه ماتوا مع بعض بسبب جرعه زياده. يا فندم انا مؤمن بشغلي وبحب مكافحه المخدرات قوي. واضح ان المناقشه ملهاش معاك اي نتيجه يا سياده الرائد، على العموم حضر نفسك انت لمهام عملك الجديد، فاهم؟ صحيح يا ميرو ما قلتليش قررت تعملي ايه في موضوع شغلك؟ والله يا يوسف انا لسه ما قررتش، انت شايف اعمل ايه؟ شايف اعمل ايه يعني؟ تاخدي رايي وبتاع وعايزه تعرفي. ماشي انا هقول لك، بس قولي لي الاول انت بتفكري في ايه؟ انا بفكر استقيل خالص. طب وليه بقى بتساليني ما دام واخده قرارك وبتاع؟ احنا جايين كافيه عشان نتناقش في الموضوع ده، الحياه بقت غاليه ومينيمم وبتاع، ليه بقى القرارات العنتريه اللي مالهاش لازمه دي؟ يا يوسف انا بعد موضوع الحادثه ده طبعا اتحولت لمضيفه ارضيه، فانا اصلا اشتغلت الشغلانه دي علشان انا بحب الجو وبحب السفر جدا، فانا حاسه ان انا مش هرتاح في موضوع المضيفه الارضي ده. بتحب الجو؟ اه ماشي ماشي يا عم، انا بتحب الجو. وبعدين في الجو هم اللي خسروك على فكره، لكن انت على الارض هنا اعلى من ورانا اهو، واحنا حواليكي. ولا انت زهقتي مننا بقى؟ مش قصدي. طيب ما دام مش قصدي كان عايزك تاخدي وقتك وتفكري بالراحه. طيب انت شايف اعمل ايه؟ ايه رايك تتجوزي تقعدي في البيت؟ خلاص خلاص بلاش الحل ده، نشوف حل تاني. تقعدي في البيت سنه كده بدون مرتب؟ اه سنه بدون مرتب ايه المشكله يعني؟ تفكري براحتك وبهدوء، ومتهيألي بعد السنه ده هنكون يعني فهمنا موضوع الغنى ده رحتي فيه فين. هو انت حاسس اني ممكن افشل في الغنى؟ لا الكلام ده، ده انا مؤمن بالموهبه وبالحنجره العظيمه. وبعدين احنا ما نعرفش طريق الفشل، احنا نجاح بس. بس انا برضه عايز اقول لك على حاجه مهمه، مش عايزين نركز على الموهبه بس، ياما ناس كتير موهبتها فظيعه، ناس اقل منهم وعدوهم بكتير. طبعا عشان يعرفوا يديروا موهبتهم. مش كده وبس، عشان يعرفوا فين عيوبهم ويعرفوا يصلحوها. انا بجد اتعلمت منك كتير قوي يا يوسف. الحياة بتعلمنا كلنا، كل ما انت ماشي بتقف وبتقع وبتتعلم. وبعدين يوسف هنداوي ده مدرسة كبيرة قوي على فكرة. يا عم يا عم مش قوي كده، خدنا جنبك. واضح ان احنا هنبقى جنب بعض الفترة اللي جاية كتير. ادخل حبيبتي، تعالي تعالي اقعدي جنبي. ايه يا ارو مالك؟ فيك ايه؟ ماليش، بس اصل شايفاكي كده متغيره بقالك مده.
وكل ما تشوفيني تضحكي ضحكة هبلة كده كأنك عايزة تداري حاجة علي. لا يا مامي أنا كويس ما تقلقيش. أنت زعلانة عشان جوزك بعيد عنك؟ لا يا مامي أنا ما بفكرش في الموضوع ده خالص. مش عيب أبدا إن الست تصالح جوزها. الكبرياء وكرامة زيادة عن اللزوم بيتقلبوا العجرفة فاضية. مش عايزة أقولك ياما بيوت اتخربت عشان سبب بسيط قوي، بس كل واحد فيهم بيعند وبيقول مش أنا اللي هصالح. عشان شوية كبرياء عبط ممكن الواحد يدمر بقية حياته، وممكن يدمر أطفال لو كان في أطفال، يدمر نفسيتهم لو أبوهم وأمهم منفصلين عن بعض. حبيبتي إذا كنت مش قادرة ترفعي السماعة وتكلمي مش مهم، أنا مستعدة أكلمك. أيوه يا ماما تعملي كده. إيه مالك اتخضيتي كده ليه؟ لا اتخضيت ولا حاجة، بس عشان خاطري أرجوكي تعمليش كده. بقى بعد كل اللي قلتولك ده مفيش أي تغيير؟ إيه؟ في هنا جسمة قديمة؟ يا ساتر. أرجوكي يا ماما سيبيني براحتي. حاضر يا حبيبتي هسيبك براحتك، بس في موضوع تاني عاوزة أكلمك فيه. يا مامي خير؟ في دكتور شاب اتعين في المركز عند ملك. أوكي وفيها إيه؟ أنا سمعت إن الشاب وسيم جدا. تقصد إيه؟ يعني ملك إيه اللي خلاها تختار الشاب ده بالذات؟ انت بتشكي في ملك؟ لا 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 اعوذ بالله، لا 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 انا بس بقول يعني خالد مش موجود ومحدش عارف ان خالد هيرجع ولا بعد الشر. لا يا مامي انا حاسه ان خالد هيرجع. يا رب يا ارو يا رب ان شاء الله. بس قصدك ايه بالكلام ده؟ انا مش فاهم. يعني خالد لو ما رجعش بعد الشر ثروتنا كلها هتبقى لابن ملك. ومين عمل فينا كل ده؟ يوه هنرجع تاني؟ هتقطميني تاني يا أروح على الموضوع ده؟ أنا آسفة يا ماما بس انتي حرمتينا من حقنا وعاقبتيني على حاجة احنا ما عملناهاش وده مش عدل. أنا كنت عاوز أحميكم. النتيجة ايه؟ حرمتينا من حقنا. أنا مش عارفة أعمل ايه حقيقة، مش عارفة أعمل ايه. الموضوع خطير قوي يا ماما. قانوناً ملك ما تقدرش تتجوز إلا بعد ما تعدي 4 سنين من اختفاء خالد، وخالد إن شاء الله هيرجع. أنا برضو مش مطمنة ومش مرتاحة. أنا بفكر أقول لها نقفل المركز. ليه يا ماما؟ ما خالد هيرجع ويرجع يشتغل في المركز تاني. يا رب يا رب يا رب. كان فعلاً معك حق يا ماما، أنا محتاج أخد وقت عشان أعرف أختار صح. يا ابني يا حبيبي أنت لازم تعرف إن مفيش حد في الدنيا دي كلها يهم مصلحتك قد أمك، عشان كده أنا حذرتك لما لقيتك يعني داخل في موضوع وأنا متأكدة إنك بتنسى بأروى. كان عندك حق فعلا. أنا عايز أسألك سؤال بس عشان خاطري، رد عليا بصراحة. خير يا ماما. هو انت مش ندمان انك طلقت اروى